كثير من الحديث دار حول اتحاد الكرة، واتهامات كثيرة وجهت لاتحاد الكرة، وأيضا عدد من المواضيع المهمة اللي تم الحديث عنها في وسائل الإعلام. اتحاد الكرة أعلن أن الفترة الجديدة أو عهده الجديد سيكون مفتوح وسيشهد شفافية غير مسبوقة، كما أن الاتحاد لن يصمت ولن يسكت على أي تجاوزات، وأن الاتحاد سيقف في وجه كل ترصد بالقانون من خلال المؤسسات العدلية السودانية. الآن محمد مختار، مرحب بك. ألف مرحبا بك الأستاذ شمس الدين، وسعيدين اليوم نكون معكم في قناتكم وفي السوداني. هذا الحوار في هذا السوداني، وسعيدين بهذا الحوار. طيب مولانا محمد مختار، يمكن ما معروف لدى الناس، هل أنت شخصية رياضية ولا فقط زول قانوني وجابوك لاتحاد الكرة؟ أنا فعلا شخصية قانونية، لكن برضو كذلك شخصية رياضية، نعم. وعندي علاقة كبيرة جدا بالرياضة، وكنت كذلك رئيس نادي في ولاية غرب دارفور، وبعدها لي علاقة كبيرة جدا بالرياضة بشمال دارفور، ربان عملي في شمال دارفور، والآن لصيق بالرياضيين وجزء من الحركة الرياضية. نعم، يعني لك باع طويل في الرياضة. نعم نعم الحمد لله. لعبت الكورة ولا بس؟ لعبت كورة في درجات الدنيا، وكذلك برضه لعبت في فريق التحدي الرياضي، وكان ضمن الدرجة الثالثة بالاتحاد المحلي غرب دارفور، وكذلك برضو كنت يعني قريب من العمل الرياضي بشكل عام، وكذلك قريب من الرياضات الأخرى كالفروسية وغيرها. نعم. طيب رأيك شنو في مستوى الكرة السودانية في الوقت الراهن؟ والله وبتعاني من شنو؟ والله افتكر الكرة الرياضية في الشكل الراهن في حال الآن يعني في تحسن كبير جدا على مستوى الأداء، خاصة المنتخب الوطني بالتحديد، وكذلك برضه في تحسن في أداء الهلال والمريخ، لأنه الآن وصلوا برضه كذلك دور المجموعات. فصحيح الكرة السودانية الآن بتعاني في البدء، بتعاني كذلك من البنية التحتية ابتداء، والآن بشكل واضح أنت شايف براك الحالة بتاعت الميادين الموجودة على مستوى القطر كله، وكذلك بتعاني من الرعاية. نحن كرتنا الآن يعني الأزمة الأساسية فيها هي أزمة بتاعت إمكانيات، وأزمة بتاعت رعاية، وكذلك برضو ضعف الأداء الإداري بشكل عام. يعني إحنا برضو كذلك بنعزل مثلا لضعف الأداء الإداري، إذا كان هنالك يعني اهتمام بالرياضة وكذلك في أداء إداري متقدم، بالتأكيد الكرة بشكل عام هتكون متقدمة. فنتمنى إنه في الفترة الجاية دي إنه الدولة بشكل عام ومؤسساتها كذلك تهتم بالرياضة، وتهتم كذلك بالفرق الرياضية بشكل عام. نعم. طيب مولانا، نبدأ الحديث عن موضوع اتحاد الكرة. ف يعني أول مرة اتحاد من أول اجتماع على طول يكون في مستشار قانوني، ومستشار قانوني رجل رياضي وشاب ونشط موجود في الاتحاد بشكل مستمر. رأيك في صيغة اتحاد الكرة فيك، وهل ده عبء ولا؟ والله يا أخي أنا في البداية أشكر أخواننا في اتحاد الكرة السوداني، وأشكر المجلس للصيغة اللي عملوها لنا إنه نكون نحن يعني مستشارين لهذا الاتحاد. وصحيح نحن الآن قاعدين نحضر اجتماعات المجلس كلها منذ بدايتها لحد آخر اجتماع بصفتنا كمراقبين، لأنه أفتكر إنه سياسة المجلس الجديدة إنه أي قضية من القضايا تطرح في المجلس يفترض أن يروا فيها الرأي القانوني شنو. فلذلك كنا غريبين، وكذلك الفترة التي شهدنا فيها يعني حضورنا كافة القضايا المتعلقة بالقرارات الإدارية، وكذلك بعض القرارات القانونية، وبعض القرارات المتعلقة بالفعل الرياضي بشكل عام قاعدين نستشار فيها من وجهة نظر قانونية، ما إذا كان هذه تتماشى مع روح القانون وكذلك تتماشى مع المبادئ القانونية، فقاعدين يعني نستشار فيها وقاعدين نبدي فيها رأينا بشكل مباشر. فأفتكر إنه الأخوان في الاتحاد الآن ماشيين في الاتجاه الصحيح، إنه يعني يرسوا القيم بتاعت العدالة، وهي جزء من القيم طبعا اللي بتنادي بها الرياضة. فطالما هم بيرسوا قيم العدالة في ممارسة الرياضة، فنحن إن شاء الله ماشيين في نفس الاتجاه. طيب مولانا، هل الاستشارة وجودكم ده فيما يتعلق بالقضايا الرياضية المتعلقة بالنظام الأساسي لاتحاد الكرة، ولا القضايا القانونية، لا القانون نحن الجنائي نستشار وغيره؟ بالقضايا القانونية،
ومدى مواءمته كذلك مع روح القانون بشكل عام والإجراءات المعمول بها في السودان نعم في كافة القضايا المتعلقة بالعمل الجنائي وكذلك العمل الإجرائي سواء كان الإجراءات المدنية وكذلك الإجراءات المتعلقة بالعمل وغيره. ده في جانب. كذلك برضو مدى مواءمة بعض القرارات مع النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم لأنه نعم ده فعل قانوني بشكل أساسي يعني. برضو دي بس كذلك برضو يعني يؤخذ الرأي فيها في بعض الحالات لأنه هي ذات شق قانوني في البداية وكذلك ذات شق إداري في من جانب آخر. طيب ندخل في العمق نعم. في يعني تبعية الاستادات، استاد الخرطوم، المدينة الرياضية، الكل بيطالب بأنها تكون تابعة لاتحاد الكرة، الاتحاد السوداني. ففي رأيك هل ده ممكن وغنون ممكن يبقى؟ والله طبعا انا هذه القضيه لم تطرح لنا حتى الان في المجلس ولم يتم مناقشتها حتى الان بشكل يعني رسمي في الاتحاد وقد يكون انا سمعت في بعض اجهزه الاعلام يتكلم عن تبعيه الاستادات وتبعيه بعض دور الرياضه وغيره لكن هذه المساله محتاجه لعمليه بتاعه الرجوع الى مصدر الاساسي في ابتداء هي كانت اين تؤول يعني ايلوله الابتدائيه كانت وين يعني فدي محتاجة لمراجعة المستندات ومحتاجة للجلوس مع كل الأطراف لمعرفة الحقيقة بعد ذلك نحن إن شاء الله نبدي رأينا فيها لكن حتى الآن ما عندنا أي معلومة ما إذا كانت تتبع للاتحاد أو تتبع للاتحادات المحلية الأخرى. طيب اتحاد الكرة السابق كان في مجموعة كبيرة من القضايا، أكيد هذه القضايا لم تنتهي، فهي اتحاد جديد هتتحول للاتحاد الجديد. وصلت لوين؟ وهل هي ضد أشخاص ولا ضد الاتحاد نفسه؟ نحن الآن يعني أحيلت لنا عرض من القضايا نعم فيها قضايا تقريبا قضايا إدارية وفيها قضايا عمل فهذه كل القضايا الآن نحن بعد ما أحيلت لنا باشرنا الإجراءات مباشرة في المحاكم فيها في بعض القضايا فيها يعني يمكن أن نصل فيها للتسوية مع أصحابها لأنه طبيعتها يعني دعاوى يمكن أن توصل فيها لتسوية وبالتالي هي الأفيد يعني بنشوف الموقف القانوني الأفيد للاتحاد شنو ما إذا كان هذه الدعوة تسير إلى أن تصل فيها حكم قضائي أو ما إذا كان التسوية هي المفيدة للاتحاد فنحن يعني بنقدم الاستشارة اللي بتفيد الوضع القانوني للاتحاد في الاتجاه ده فنحن الآن ماشيين فيها كويس وحضرنا فيها عدد من الجلسات والأساتذة معنا في المكتب بتاع الاستشارية متابعين كل القضايا دمي في جانب يتعلق بالقضايا السابقة ضد الاتحاد السابق واللي هو الاتحاد شخصية اعتبارية طبعا نعم انتهاء الدورة ما بيعني معناته انتهاء القضايا نعم بكل القضايا بتتحول مباشرة شنو لأن المسؤولية القانونية شنو بتنتقل مباشرة للمجلس الجديد والاتحاد الجديد هو شنو بباشر الإجراءات المتعلقة بالقضايا وغيره فنحن الآن في عدد من القضايا الآن ماشيين فيها كويس وجلسنا مع بعض المدعين فيها واحتمال نصل فيها لتسويات ما بين الاتحاد وما بين المدعين وفي قضايا فعلا محتاج فيها لإجراءات وفيها أحكام قضائية بعد ذلك تكون مرضية للأطراف سواء كان الاتحاد سواء كان الجهة المدعية للاتحاد فلسه نحن الآن في قيد الإجراءات. كان في قضايا بتتعلق بالفساد المالي ضد الاتحاد وضد أشخاص. القضايا بالفساد المالي ضد الأشخاص يعني دي افتكرنا هي حاجة بيرسوناليتي نحن ما قد يكون نتدخل فيها بشكل يعني كبير. في اتحاد الكرة لا بحكم مناصبهم يعني. بحكم مناصبهم فعلا دي بتعنينا كثير لكن برضو بعدين ممكن اذا كان فيها شق متعلق بشق جنائي ده بيمشي شغل شخصي اما القضايا المتعلقه بفساد الاتحاد كجسم اداري دي نحن برضو حنجيب عندها وبرضو ممكن نصل فيها لنتائج من خلال السماع ومن خلال الاجراءات الان ماشيه في المحاكم. في واحد من اجتماعاتكم طلعت قرارات ان الاتحاد لن يسكت على اي تجاوز، نعم خاصة يعني تجاوزات في الاعلام ضد مؤسسة اتحاد الكرة. نعم فرأيكم شنو في الحاجة دي، خاصة انه كان في كمية كبيرة من نعم التجاوزات وطبعا يعني والاتهامات فعلا في اتهامات صيغت قبل الاتحاد ما يبدأ نفسه يعني لا في أول ما فاز. لا نحن القضايا اللي نتكلم عنها القضايا التي وجهت او الاساءات التي وجهت ما بعد انه الاتحاد الجديد استلم نعم في بعض الاتهامات وفي بعض الشتائم او على الاقل المسائل ممكن ترقى لان تكون يعني ذات طبيعة قانونية وتؤدي إلى إدانة قانونية سواء كان في عملية نشر إلكتروني أو غيرها نحن حركنا فيها بلاغات والآن بلاغات في النيابة قيد التحري وقيد الإجراء فيها تقريبا قد يكون 3 بلاغ
واغلبها بلاغات الكترونيه ضد الجرائم المعلوماتيه وفقا للجرائم المعلوماتيه. هذه البلاغات الان فتحت ضد الجهه الناشره نفسها، رئيس التحرير، وكذلك ضد الشخص الناشر. نحن الان لا نستطيع ان نفصح من الناشر ومن الذي النشر، لانه لا نريد ان نتدخل في الاجراءات حتى لا نعيق سير العداله، فنترك الامر للنيابه للتحري والتحقيق، وبعد ما تصل ان شاء الله المحاكم ان شاء الله بعد ذاك الناس ممكن يفصحوا عنها. لكن الان في بعض البلاغات تم التحري فيها والان قيد الاجراء في النيابه. طيب، ما انا دائما مثل هذا القضاء في اتحاد الكوره بيتم حلها بطريقه جوديه، يقول لك يا خلاص ده زول من الوسط مننا وفينا، بتاعه تاني تتكرر في موضوع الجوديه ده في القضايا خلاص انتهى ولا؟ والله نحن الآن يعني خاصه في التجاوزات والاتهامات الغير نحن صحيحه. الآن يعني دارين نفس مبدأ العدالة ومبدأ المحاسبة، هو مبدأ أساسي بالنسبة لنا نحن نعم كاتحاد كرة القدم كاستشارية قانونية، فإذا نحن ماشيين فيه. لكن برضو إذا كان الاتحاد رأى إنه في بعض القضايا محتاجة الناس يصرف فيها لوفاق مع بعض الأطراف الناشرة لطبيعة الدعوة نفسها أو لطبيعة العمل نفسه، فدي برضو كذلك بنخضعها لمدى استفادة الاتحاد العام لكرة القدم من الموقف بتاع أنه ممكن تساوى بجودية وغيره. لكن المبدأ الأساسي هو مبدأ العدالة ومبدأ تطبيق القانون، هو المبدأ الأساسي اللي نحن الآن ماشيين عليه، ده الشعار اللي انتوا ده الشعار رفعته اللي نحن رافعينه ضد اي تجاوز ضد أي تجاوز ايا كان الشخص. أيا كان الشخص مهما كان يعني مكانته أو مهما كان يعني الموقع الذي تغلب. في رأيك ده ممكن يقودنا لوسط رياضي راشد بالتأكيد بعيد من يعني الإساءات والحاجات الكثيرة اللي ظهرت في الفترة الأخيرة، يعني بطريقة قبيحة جدا. بالتأكيد العدالة يعني هي يعني يمكن أن تكون الفيصل الوحيد ما بين كل المتنازعين، وبالتالي اي زول ينكر العداله ولا يستطيع ان يمثل امام العداله او لا يريد تحقيق العداله الا يكون فيه مشكله شخصيه. يعني افتكر انه العداله بالنسبه لنا احنا مبدا مهم، ودارين نفس هذا المبدا ودارين نمشي عليه في الفتره الجايه حتى نستطيع انه يعني ده يكون مبدا اساسي في الممارسه الرياضيه بشكل عام، على اساس انه احنا ذاتنا نمرق بالرياضه اللي برا الامام. ما كل فتره نسمع اتهامات ونسمع مثلا كيل بتاع شتائم ما عندها اي معنى يعني. فبالتالي حتى الوسط الرياضي يكون معافى ويكون سليم ويؤدي رسالته الرياضية المعروفة، إنه الرياضة هي تدعو للتسامح وتدعو كذلك تأخي المحبة. للتآخي والمحبة وغير هذه القيم، نحن دارين نأصلها كذلك من خلال ممارسة القانون نفسه. نعم. طيب، هلا أنا ما حدث في الجمعية العمومية الأخيرة، هل عندكم رد فعل تجاهه؟ شنو الحدث؟ أنا ما عندي يعني اتهامات لاتحاد الكرة بخصوص الجمعية اللي حدث برا الجمعية قبل انطلاقتها. والله افتكر انه الجمعيه العموميه الاخيره يعني افتكر من الجمعيات الناجحه جدا، وقد يكون كل قراراتها يعني ما استغرقت الساعه الجمعيه العموميه بشكل عام. افتكر انه لو ما في وفاق وفي وفاق كبير جدا، افتكر انه كان الحضور يمثل تقريبا 49% من جمله الجمعيه العموميه، ولا هو 59 تقريبا. انا ما حضرت الجمعيه العموميه الاخيره، لكن والحضور 99% ممكن يعني تقولوا. لا من العدد يعني 49 من العدد الكلي للجمعيه العموميه لا، في العدد كله 51. 51 نعم، تقريبا، حضر 49 49 الناس اللي كانوا حاضرين الجمعيه العموميه تقريبا أيدوا اللي الغرارات ايدوا القرارات، وعضوين هم فقط وعيان كانوا. نعم ضد فبفتكر انه القرار. نعم يعني دي تمثل طبعا ديمقراطيه كبيره جدا، وتمثل انتصار حقيقي بالنسبه لموقف الاتحاد اتحاد كره القدم. فافتكر انه بالتالي اي اراء خارج اطار الجمعيه العموميه ما عندها قيمه بالنسبه لنا. نعم، كلام كثير حول عقود الرعاية والبث والعقد الكبير الأكبر في تاريخ الاتحاد في السنين الأخيرة على الأقل. فعايزين، في كلام عن وجود خلافات، في كلام عن وجود ثغرات قانونية، وفي كلام عن إنه يعني الاتحاد باع بشروط العقد من الجهة اللي اشترت دي، باع الاتحاد نفسه بمغره لأنه وكذا يعني. فرأيك شنو انت، واشرح لنا أول الحاصل حاجة بالضبط يعني فيما بالتفاصيل لو يتعلق امكن يعني. بعقود الرعاية قد يكون نحن قريبين شديد من المسألة ومن الإجراءات من بدايتها. منذ أن فتح العطاء لأجهزة الإعلام الراغبة إنها تقدم في رعاية الدوري الممتاز وكذلك رعاية المسابقات التي يقيمها الاتحاد، نعم تقدم تقريبا 4 أو 5 تقريبا جهة، ومن ضمنها الشركة اللي هي شركة
تقديم تقريبا هذه الشركة نعم اللي الآن وقع عليها العطاء، نعم وتم فرز العطاء بكل شفافية، إنه يعني أتت باللجنة، تقريبا اللجنة الفنية المتعلقة بفرز العطاء، وبحضور كافة أجهزة الإعلام، وكذلك بحضور الأندية، أندية الدوري دوري الممتاز الممتاز كلها نعم كانت حضور، وأجهزة الإعلام كانت حضور، وتم فرز العطاء. وعندما تم فرز العطاء لم يقع الاختيار مباشرة على الشركة الراعية تقديم، رغم أنها تقدمت طبعا بمبلغ كبير جدا للرعاية، قالوا إلا بعد أن يتم دراسة هذا العطاء من شنو؟ من اللجنة الفنية. نعم فنحن كنا جزء من اللجنة الفنية، وفيها أعضاء من الاتحاد، ودرسنا بالمناسبة العقد بشكل كويس جدا بكل شروطه وبكل بنوده، وتوصلنا إنه العقد ما في أي مشكلة بتمس بحقوق الاتحاد، نعم بقدر ما إن المسألة كلها منحصرة في عملية الرعاية وكيفية الرعاية. بعدها طوال مباشرة، بعد نحن كاتحاد وافقنا بهذه الشركة إن هي تكون الراعية، وهي المقدمة أكبر عطاء، وعطاء كبير جدا، يعني ماشي له تقريبا 3 مليون دولار في الفترة بتاعت ال4 سنوات، نعم اللي هو 700 ألف دولار تقريبا في السنة، 450 أي 750. قعدنا كذلك مع أندية الممتاز، جمعنا أندية الممتاز، لأن هي في جزء من الحقوق المتعلقة بعملية الرعاية متعلقة بالأندية نفسها، فقلنا برضو مشاركة الأندية في عملية اتخاذ القرار وفي عملية الموافقة على شروط العقد مهم جدا، يتم طرحه شنو للأندية. وجينا قعدنا مع الأندية وناقشت معها كافة البنود المتعلقة بالرعاية نعم والشروط، سواء كانت الشروط المتعلقة بالاتحاد أو شروط متعلقة بالجهة الراعية أو شروط متعلقة بالأندية، لأنه بعدين نحن في العملية بتاعت التطبيق المباشر للعقد في عملية الرعاية، هو جزء منه متعلق شنو؟ بالمباريات التي تلعب في الميادين، ومتعلقة شنو؟ بالأندية والشارات، وبعد شنو؟ بعد تسويق الإعلانات، شعارات الأندية تسويق نفسه شعارات نعم الأندية نفسه، وكذلك تسويق شعار الشركة الراعية في بعض الحاجات. فهذا العقد لا يمس بأي شكل من الأشكال حقوق الاتحاد، ولا يمس بحقوق الأندية، بقدر ما إنه هو يعني ضمن للأندية دي حقوقها، وكذلك ضمن الاتحاد حقوقه، نعم فما في أي حاجة. وكل المسألة دي متاحة بالنسبة للناس، يعني حتى العقد ذاته كان متاح بالنسبة للناس ومتاح بالنسبة للأندية، وتم طرحه، الناس كلهم كانوا يطلعوا عليه بشكل مباشر، نعم طيب ما كان في جهة عندها اعتراضات، وما في أي جهة كانت اعترضت على الـ على الـ على الشروط، على شرط من الشروط، لأنه نفس الشروط دي كان هي نفس الشروط اللي كانت انطبقت على عقود الرعاية السابقة. نعم طيب بالنسبة للتفاصيل العقد كله في شروط غاسية لا توجد أي شروط غاصية، نفس الشروط الجزائية اللي كانت مرتبطة بالشروط السابقة للرعاية، نفس الشروط الآن الموجودة في العقد ده. يعني هو موضوع بتاع التزام موضوع بتاع التزام. يعني مثلا من الليلة الاتحاد أو الأندية أنا مثلا الليلة مثلا لاعب مثلا في المريخ أو ميدان الهلال، نعم مثلا منع مثلا لأجهزة مثلا للشركة الراعية دي مثلا من وضع بعض اللافتات أو بعض الشعارات أو غيره لوحات أو الإعلانية نعم اللوحات الإعلانية، أو منع مثلا من عربية البث إن مثلا تدخل تدخل او غيره، دي شروط فيها شروط جزائيه مرتبطه بالانديه، وده موجود من في السابق، يعني احنا ما جبنا حاجه من عندنا حاجه جديده، بقدر انه احنا ثبتنا نفس الشروط السابقه ونفس الشروط الجزائيه المنطبقه في كل الممارسه للرياضه في كل العالم، يعني ما جينا بحاجه جديده. وفي رأيك دي ده شيء منطقي ده يعني شيء منطقي، لانه ده بيحفظ ليك انه حقوقك وحقوق حقوق الجهة وحقوق وحقوق حقوق المشاهد حقوق نفسه المشاهد نفسه. نعم نعم. طيب في رأيك إنه ممكن ده يصب بخير كبير للكرة السودانية؟ انا افتكر انه الان يعني العقد ده خلق حاله بتاعت انفتاح، لانه نعم ده تجيك شركه من خارج السودان وتقوم بعرض رعايه كبير، افتكر انه ده في جانب ذاته تطوير للرياضه، وكذلك برضه فيه حاله احترافيه كبيره جدا، ان احنا الان يعني خرجنا من الدائره بتاعت انك تكون يعني الرعايه تكون رعايه محليه لرعايه قد يكون اقليميه، وبعد شو ممكن تكون رعايه دوليه، ده حسب التطور اللي بيكون في اللعبه نفسه. وبالتالي كل ما تطورت الاليات بتاعه المشاهده واليات البث واليات الرعايه، بالتاكيد بتتطور مع اللعبه نفسها وبتتطور المهاره نفسها، افتكر انه ده جانب مهم بالنسبه لنا في تطوير العمل الرياضي، وافتكر انه يعني دي من العقود اللي افتكر انه في الفتره الاخيره يعني الانجازات الكبيره جدا حققها الاتحاد في فترته القصيره اللي استلم فيها. نعم طيب سؤال أخير مولانا حنختار في رأيك إنه العمل القانوني حيكون مختلف في ال4 سنين الجاية دي من الفتوال تاريخ الاتحاد الفني والله نحن ساعين نطور العمل القانوني في الاتحاد، نعم وكذلك برضه صحيح هنالك ثوابت قانونية احنا ما بنقدر نقفز عليها، نعم لكن طالما شعار التغيير هو شعار انه يعني رفع من اجل التغيير واجهة الرياضة، نحن كذلك برضه من خلال هذا الشعار دارين نغير كذلك من واجهة الفعل القانوني في داخل الاتحاد نفسه، نعم انصاف
للعاملين في الاتحاد بشكل عام، انصاف للانديه، انصاف للاتحاد، وكذلك انصاف لاي جهه تتعامل مع الاتحاد. ده من خلال انه الناس لازم نرسم مبدا قانوني على الاقل يمكن كافه الاطراف انها تنال حقوقها من الاتحاد، وكذلك يمكن الاتحاد ينال حقوقه من الاخرين. فهذا المبدا يعني نحن لو حافظنا اي زول عرف حدوده القانونيه بالتاكيد ده حيخلق لك حاله بتاع تطور في الرياضه، ويخلق لك حاله بتاع استقرار في الرياضه، ويخلق لك على الاقل يعني جو رياضي معافى. شكرا لك كثير. كتر خيرك يا طب ده حوار كان مع المستشار القانوني لاتحاد الكرة مولانا محمد مختار، وزي ما تابعتم او حتتابعوا ان شاء الله اجابات قوية وواضحة بصراحة كبيرة جدا جدا. نامل ان نكون قدمنا ما نال رضاكم واعجابكم. شكرا. السوداني من الناس وإليهم.